طيب يا شباب، المحاضرات الماضية بدأنا نشتغل إنه إحنا نعمل تطبيقات استخدام لفلاسك، وحكينا إنه الخطوات بشكل سريع إنه أنت بتعمل import للفلاسك كلاس، وتعرف object منه، تعرف صفحة، تعرف دالة مرتبطة بهاي الصفحة، وبتعمل تشغيل للتطبيق في المين. تمام؟ وشفنا كذلك مثال في تطبيق تاني انه احنا عرفنا اكثر من صفحة، هاي صفحة السلاش او الهوم، وهذه صفحة الويلكم. بس في صفحة الويلكم هنا انه احنا ما عملناش ريتيرن لسترينج، عملنا ريندر للتمبليت. ريندر تمبليت هذه عبارة عن دالة موجودة عندك في الفلاسك باكيج، والغرض منها انه انت تعمل لك ريندر لصفحة HTML. تمام؟ شفنا كذلك رجعنا بشكل سريع انه ال HTTP messages اللي بتمر عليا او اللي بتظهر لإلي لما استخدم البراوزر واستعرض في تطبيق معين. فانا عندي المسج 200 اوكي انه طلبك موجود ونحن بعتنا لك الرد، 404 صفحة مش موجودة، و500 سيرفر ايرور. فخلي بالك من هاي لازم تعرف الفرق بيناتهم، لأنه محل أسئلة. يعني على سبيل المثال خليني أورجي لك هنا هاي صفحة. تمام؟ لو أنا عرفت app root حكيت صفحة about، بنعرف دالة لهاي الصفحة، تمام، و return about. طيب حقيت هاي الصفحة بدي أعملها أنا comment إنه هي مش موجودة حاليا، وبدي أفعل ال debug للابليكيشن هذا. خليني أشغله أول. أعيد تشغيل. طيب لقيت هاي الصفحة الرئيسية، اوكي. لو فتحت صفحة الـ About هنا برجع لي 404 انه not found. لو انت طلعت هنا على اللوج تبع السيرفر انه انت عندك هنا 404، الصفحة هذه مش موجودة اصلا. طيب خلينا نعرف الصفحة. تمام؟ وبس بدل ما اعمل ريتيرن لسترينج بدي اعمل ريتيرن لعشرة تقسيم زيرو. ايش بصير هنا؟ سيرفر ايرور، انه الصفحة موجودة تمام ولكن في عندي خطأ عند السيرفر. ايش الخطأ؟ هذا اللي هو ديفيجن باي زيرو ايرور. تمام؟ لاحظ عندك انه اول ما اعمل سيف هنا في الديباج مود انه لحاله لوحده بعمل ريستارت الابليكيشن، وهنا ساعتها بقدر اشغل الريستارت فجاب لي انه ديفيجن باي زيرو ايرور. ولو شفت الكود عندك 500. تمام؟ طبعا هاي الشغله انه لازم تكون واضحه بالنسبه لك، انه احنا في التطبيقات اللي احنا كنا نعملها قبل الفلاسك. سكر الشباك والله الاكتاز. كنت انا اشغل التطبيق على نفس الجهاز اللي انا ببرمج عليه، تمام، وكان يستهلك من معالج وذاكرة الجهاز.
الآن أنا عندي في الفلاسك أو في الويب أبليكيشن صار أنا عندي عدة أطراف، في عندي السيرفر وفي عندي البراوزر أو الكلاينت. ففعليا التطبيق وين بيشتغل؟ على السيرفر سايد. اللي بيظهر للكلاينت بس مجرد انه واجهة التطبيق والنتائج فقط، تمام؟ فبالتالي انت لما تشغل وتحجز متغيرات وتعمل هو فعليا بيشتغل على السيرفر. وعند السيرفر لما تصير في عندك اخطاء فهذه بنسميها سيرفر سايد ايرور، وبتكون الايرور تبعها من 500 وفوق، 500 وإشي يعني، تمام؟ فبالتالي هنا هاي شغلة مهمة ان انت تكون عارفها، انه الكلاينت فعليا بيشغلش التطبيق، فقط انه يا اما بعرض واجهات او بعرض نتائج، لكن تشغيل التطبيق فعليا بيتم على السيرفر. نعم. طيب، وكذلك شفنا من ضمن الاشياء انه احنا ممكن نمرر باراميتر. هنا بدي اعمل امبورت للرندر تمبليت، انه احنا ممكن نمرر باراميتر للصفحه. هنا بدي امرر، يعني بدي اعمل رندر لصفحه اسمها about html، والباراميتر القيمه تبعته انه ديسك بتساوي ديسك. الديسك هذا بنعرفه بهذا الشكل، او خلينا ناخده كباراميتر من اليو ار ال. فعشان هيك هنا بدي اعمل امبورت للريكوست، وهنا ريكوست args دوت جيت لباراميتر اسمه ديسك. ديسك اختصار للديسكريبشن، تمام؟ طبعا هنا عشان تكون الامور واضحه بالنسبه لك، ريكويست معناها انه هذا عباره عن اوبجكت او كلاس خاص بالطلبات، لانه فعليا انت لما تتعامل مع الويب سيرفر انت بتتعامل معه زي ما هو موضح عندك في هاي الرسمه، انه الكلاينت من خلال البراوزر بيعمل ريكويست للسيرفر والسيرفر بيعمل ريسبونس. الريكوست عادة الويب ميثودز تبعته يا اما حتكون جيت او بوست. تمام؟ فبالتالي هذه هي الميثودز تبعت ال HTTP ال HTTP methods. انت عندك ال get، عادة انه انت بتعمل get لresource من السيرفر، اجلب لي هاي الصفحة، اجلب لي هذه الايكون، اجلب لي هاي الصورة. والبوست عادة من اسمها post معنى ذلك انه انت بتعمل ارسال لبيانات على السيرفر، وعادة تستخدم في الفورمز تبعت ال HTML زي ما هنشوف اليوم، تمام؟ فبالتالي انت عندك التفاعل بين السيرفر والكلاينت من خلال HTTP methods، وهذه بتكون عبارة عن طلبات. الطلب يا اما بيكون get او post، وكل طلب في له response. فعشان هيك احنا لما بدنا ناخد باراميتر هنا بنقول له request من الريكوست اللي طلبه المستخدم او اللي ارسله المستخدم، تمام؟ في عندك argument معين، باراميتر معين، تمام؟ جيب لي اياه اسمه disk. هذا الباراميتر وين بيكون موجود؟ عادة بيكون موجود في اليو ار ال. فعادة هنا في صفحة الـ about، الصفحة هاي مش موجودة اتفقنا انه دائما بروح بحطها في التمبليت، يعني كل صفحات الـ HTML او القوالب الـ HTML بحطها في التمبليت. صفحة عادية، طبعا هنا حطيت لك اياها H1 عشان تشوفها واضحة عندك على السلايد، وهنا
about the app. هنا مش واحد نعمل render للبراميتر اللي اسمه. تلاحظ انه هو بيجيب لي auto complete لإله لانه انا مررته هنا. فعاده انه انت في الفلاس في البي شارب بروفيشنال اول ما تفتح القوسين هدول على طول لحاله بسكر لك اياهم، وممكن انه اول ما تبدا تكتب بروح بيقترح لك. يبقى هذا الباراميتر وينه؟ الديسك. يبقى الديسك هنا انت حتستخدمه جوات ال HTML، والديسك هاي هي عباره عن الباراميتر او الفاريبل هذا. انه فعليا انت اول ما تضغط عليه زي هيك بعمل لك هايلايت لإله، اما الثاني بعملش هايلايت لانه فعليا انت بتستخدم هاي بتستخدمه هنا جوا. فبالتالي انت لو على سبيل المثال بدك غيرنا اسمه وحطينا اي بي سي بالضبط، فهنا راح تحط انت عندك اي على طول بيجيب لك اوتو كومبليت، هو عارف انه انت مررت هذا البارامتر اي بي سي. وحكينا انه الافضل البيست براكتس انت عشان ما تنساش تستخدمهم نفس الاسماء، واحنا تعودنا على هذه الشغله. النيم بيساوي النيم، والديسك بيساوي الديسك، والاي دي بيساوي الاي دي، وكل واحد انت بتستخدمه جوا منطقه معينه. فبالتالي هنا بنرجعه ديسك، وهنا ديسك. كيف الباراميتر هذا بدنا ناخده؟ من خلال اليو ار ال. لو شغلنا نعمل ريستارت الابلكيشن، طبعا لو فتحنا هنا صفحه الاباوت فايش جاب لك؟ نعم، انه فعليا احنا ما مررناش ولا باراميتر. الباراميتر هذا وين بمرره؟ بمرره من خلال اليو ار ال، بحط علامه استفهام ديسك بتساوي هذه حنستخدمها في الفورم. فبالتالي هنا باراميتر انت مررته للصفحه هي صار هنا، ممكن انه انت تغيره تمام. فبالتالي البارامتر انت بتمرره فوق. وشفنا المرة الماضية انه احنا عملنا على حاسبة ومررنا فيها ثلاثة باراميترز. نعم. فبالتالي هنا ممكن نعمل صفحة جديدة اسمها كالك طبعا سلاش، وهنا الدف وهنا بدنا ناخذ تو باراميترز. اكس بتساوي ريكويست ارجز اكس. طبعا هنا الفرق بين الديسك هاي والديسك هذا، هذا الفاريبل المحلي اللي انت بتستخدمه هنا جوا الداله، وهذا الباراميتر اللي انت حتستخدمه في اليو ار ال. فبالتالي لو غيرت هنا بدك تضطر انه انت تستخدم في اليو ار ال هذاك الاسم. فبالتالي هنا لو غيرنا على سبيل المثال نفس القصة اي بي سي، فهنا في اليو ار ال يفترض انه نعم، خلينا بس اعمل هنا ريتيرن بس عشان ما يكونش في ايرور. فهنا حيكون اي بي سي. تمام. وحكينا انه الافضل انه انت تستخدم نفس البارامتر. فعشان هيك انا لما اقول لك انه الاكس وجيت للاكس خلاص انه انت تكون متعود عليه. هذا الاكس عباره عن متغير محلي، وهذا الاكس عباره عن بارامتر في اليو ار ال. ليش ما بعطيها في الديف؟ بعطيها في المنخفض
يعني هذه ويب ميثود. في عندك طريقة تانية إنه أنت نمرر باراميتر، حتكون إنه أنا بدي أمررها هنا، حورجي لك إياها الآن. ال y بتساوي نفس الكلام، جيت لل y، طبعا هنا بدي أعرف التوتال بيساوي، طبعا هدول بيكونوا جايات كسترينج، فبدي أحولهم لإنتجر أو float whatever. وهنا بدنا نعمل ريندر للتوتال هذا، أو خلينا نعمل ريندر ونمرر الثلاثة باراميترز هذول. بدنا نعمل ريندر لتمبليت اسمه mycalc.html، وحنمرر له انه الx بتساوي الx والy بتساوي الy والtotal بتساوي total. تمام. طبعا الصفحة هاي مش موجودة هنا في التمبليت، راح نعملها صفحة HTML ونسميها mycalc.html. طبعا صفحة عادية، هنا ممكن نغير في التايتل، هنا حط النتيجة، نقول له خلي بالك انه الاكس زائد الواي بتساوي توتال. طبعا انت لما تعرض هاي الصفحة كاستاتيك بيصيرش ريندرز لهدول المتغيرات، بعرض لك اياهم زي ما هم في الاقواس زي هيك بهذا الشكل. تمام. انا فتحتها كصفحة HTML عادية خارج التطبيق، لما تفتحها داخل التطبيق ساعتها بيصير تمرير للباراميترز. طبعا هنا الصفحة تبعتي، بس نتأكد انه الابليكيشن عمل ريستارت، اسمها كالك. تمام. طبعا هنا راح يكون في ايرور، والايرور هذا متوقع. ليش؟ لانه انا مررت هنا نان ونان، وانا بحاول اعمل تحويل لنان، فهنا بقول لي انه ايرور تايب ايرور، انه الانتجر بتوقع انه انت تمرر له سترينج مش نان تايب، لانه فعليا انا مش ممرر فوق للاكس ولا الواي. فهنا هنا علامه استفهام اكس بتساوي 3 باراميتر تاني and y بتساوي 4 بهذا الشكل. وهذا الاشي مر عليكم في تطبيقات كثيرة، انه انت عندك في اليو ار ال بيكون في علامة استفهام، هو عبارة عن باراميتر انت بتمرره للتطبيق عندك للويب. طبعا اكثر من باراميتر، علامة استفهام باراميتر الاول بيساوي باراميتر الثاني and علامة استفهام واحدة. لاحظ هنا، يعني انت عندك بعد الصفحة علامة استفهام، انت بديت تمرر باراميتر، الباراميتر الاول بيساوي and، باراميتر الثاني بيساوي and، باراميتر الثالث بيساوي، وهكذا لغاية لما تمرر كل باراميترز تبعتك. تمام؟ واضح؟ واضح. طيب قبل ما نعمل هذا الكلام كفور، بدنا نحكي عن البوتستراب، انه انت كيف تستخدمه هنا عندك في التطبيق. البوتستراب اكيد مر عليكم قبل هيك، ايش الوظيفة تبعته؟ بتكون الصفحة عندك ريسبونسيف حسب مقاس الشاشة، انه زمان سابقا كان في عندنا مقاس واحد اللي هو شاشة جهاز، صار هلقيت في عندك شاشة اللابتوب، شاشة التابلت، شاشة الجوال، فبالتالي يفترض انه الويب سايت انه يكون ذكي بحيث انه يرتب الكونتنت او المحتويات حسب مقاس الصفحة. لو هاي الشغلة مش موجودة، لو انت بدك تيجي تفتح صفحة على شاشة صغيرة زي الجوال والصفحة هذه مش ريسبونسيف، حيجيب لك اياها كتير صغيرة، بتضطر تعملها زوم عشان انه انت تشوفها، وتضلك انه تعمل نافيجيشن هيك
متعب. لكن رتب لي الكونتنت وصفت لي اياها تحت بعض في الشاشه القصيره، وبصير انا بستعرض بهاي الطريقه انه بعمل سكرول داون، اسهل لي بكثير. كيف تركبه انت عندك على الويب سايت؟ في عندك باكج اوبن سورس اسمها بوتستراب، هو فعليا اوبن سورس. من وين حتحصل عليه؟ من getbootstrap.com. تمام. هذا اول ما تفتحه بتلاقي انت في عندك زر داونلود واضح، بدل ما انت تحط لينك عليهم لا نزله انت عندك على الصفحه، فبالتالي انه انت حتى لو ما كانش في عندك انترنت بيشتغل عندك الستايل شيت. طبعا في شغلتين اساسيات اللي هو السي اس اس والجافا سكريبت، هو فعليا عباره عن ستايل شيت تمام معمول وجاهز مجرد انه انا استخدمه، لانه الشغله هذه بتحتاج للترتيب. انت يفترض انه انت تلبق الالوان على بعض، لون الخط مع لون الخلفيه مع حجم الخط، بحيث انه تعطي تجربه للمستخدم او يكون مريح لعين المستخدم. تمام. طبعا الناس اللي ما عندهم مش طولة بال للشغلات هذه اللي زي حالاتي بتروح على شغله جاهزه زي هيك تمام وبتحطها عندك تمام بتنزلهم عندك. والجافا سكريبت هنا عشان انه عباره عن فانكشن تعمل اكشنز معينه وعشان ترتب لك الكونتنت انه هي تظهر بشكل منظم. طبعا هذا لما تنزله ايوه حطيت لك اياه هنا في المستودع في مجلد بوتستراب. تمام. هذا المجلد هو المجلد المضغوط هو اللي بينزل، فكيت ضغطه هنا ايش بتلاقي فيه؟ سي اس اس وجي اس. في السي اس اس ايش بدك تاخذ في التطبيق تبعنا؟ يعني الاصغر حاجه اللي هو bootstrap.main.css، والجي اس بدك تاخذ bootstrap.main.js. هذول التنتين بتنسخهم وين بتحطهم؟ في الاستاتيك. هاي نسخ لك اياهم هنا، ففعليا انت حتلاقيهم موجودات على المستودع. خلاص انت نزلتهم عندك، ضايل انه انت تربط الصفحة تبعتك بهذا البوتستراب. فهو فعليا عبارة عن سطرين، اعتقد انه موجود هنا هدول السطرين بس، مجرد انه انت بتنسخهم وبتحطهم في الهيد. وين حنسخ لك اياهم؟ في الصفحة اللي عملناها جديد، هذه تبعت الكالكوليتور. يبقى هنا في الهيد، هنا ايش بتعرف؟ ميتا، ميتا انفورميشن، نيم، فيو بوينت، والكونتنت تعطي للاتريبيوت هذا انه الويد بتساوي ديفايس ويد، يعني حسب عرض الشاشه. طبعا بتعطيها انيشال سكيل 1، فانت حسب مقاس الشاشه بتروح الانيشال سكيل تبعها بتحطها 1، بدل ما انت تضطر تعمل زوم بين هيك. تمام. و اكيد بطبيعه الحال بدك تعمل لينك للسي اس اس تبعك. وين موجود؟ انه هايبر ريفرنس في المجلد ستاتيك احنا اوريدي نسخناه bootstrap.main.css. ايش الريليشن؟ ستايل شيت. والميديا سكرين. تمام. هذول السطرين زي ما هم بتنسخهم بتحطهم عندك على اي صفحه بتصير مطبق عليها الستايل وبتصير ريسبونسيف. جيسون؟ لا هاي جافا سكريبت الاثنين. هاي. صحيح صحيح. طيب حكيت هنا في البوتستراب، انت لو شفت الكود الفورمات تبعه سهل. يعني على سبيل المثال انت في الاتش واحد هو حاطط هذه اتش ار، انت عندك اتش 1 اتش 2 لغايه اتش 6 حاطط ايش الباراميترز تبعتها. عندك هنا في البادي حاطط اتريبيوتس، فبالتالي هو كل ما يشوف التاج بادي بيروح بيطبق عليه هاي الاتريبيوتس، المارجن والفونت فاميلي والفونت سايز وكل هاي الشغلات والباك جراوند. هذه الباراجراف انت في عندك على سبيل المثال تيبل
فبالتالي انت لما تشوف تيبل ثواني بس تيبل ريسبونسيف تيبل اين الاول كل ما تشوف تيبل او تيبل هيدر او تيبل ديفيجن طبق عليه تيبل داتا طبق عليه هاي الاتريبيوتس تمام انه يكون البوردر واحد بيكسل لونه سوليد وبلاك تمام فبالتالي انت فعليا ممكن انه انت تعدل عليه فبدل ما تكتب هذا كله من الصفر موجود انت عندك جاهز وبتضيف التعديلات تبعتك حقيت هنا بعد ما احنا نشغل نطبقنا على هذه الصفحة زي هيك الستايل لما نشغل لاحظ الستايل كيف حيختلف معك تمام فبالتالي فعليا انت بشكل سلس انت ممكن تطبق الستايل عندك على الصفحة نعم مش الحين انا بدي ابلش الباك اند بتاع الصفحة والموقع والابلكيشن نعم طب ايه دخل التصميم في ديزاين تصميم انت بس انت حطيت انت بتتعامل مع قوالب HTML انت مجرد طبقت التصميم اللي هو عامله على الصفحة تبعتك انا اخذته اشي جاهز انا ما عملتوش بعد ما طب انا ليش ادخل الستايل عندي على الصفحه؟ طب ما بقول له هو بيعمل خلاص بقول مثلا هسه لما يجمع الهدجتين يطلع لي اياهم هدجتين من المره هذه ما هو يعني انا بدي اديلك القوالب هنا مش حورجي لك كيف حتعمل فيها ريندر لا لازم اورجي لك كيف تعمل فيها ريندر مش انت تروح تقول له انه خلاص هذه شغلانتك وانا بس بكتب هاي الميثود وانا بعمل ريندر لازم تعرف هدول الشغلتين وبعديها انت بتقسم الشغل زي ما بدك مع زميلك تمام ممكن انت تكون التنين طيب حكيت بدنا نشوف موجودة عندك في صفحة الويلكم يعني انا متذكر انه انا طبقتها على صفحة الويلكم اول واحدة بتروح بتنساها هم بتنسخهم من هناك وبتحطهم على اي صفحه انت بدك اياها طيب حكيت هنا في عندكم هنا انت كيف ممكن انه انت تمرر باراميتر فبالتالي فبصير انه الباراميتر هنا انه انت بتتعامل سلاش ويلكم سلاش هنا بتحطه بين براكتس زي هيك اسم الباراميتر نيم وهنا في هذه الحاله بتضطر انه انت بالسؤال اللي انت حط يعني سالته انه انت تحطه ضمن الميثود هاي تمام فبالتالي انت لما بدك تعمل ريندر راح يتم لا ويلكم بيج هاي هذا بس مجرد انه كونتنت عادية وهنا زي هيك فانت لما نتشغل فبصير الباراميتر انت بتمرره مش كعلامة استفهام بده يصير انه انا شغال صفحة ال HTML يفترض اشغل هاي نعم ويلكم سلاش محمد فبالتالي هنا بصير الباراميتر انت بتمرره من خلال يو ار ال بس مش بطريقه انه علامه استفهام باراميتر بتساوي بالضبط هاي محمد مررت احمد بهذا الشكل
طبعا هذه انت بتمرر باراميتر واحد، تقدرش تمرر اكثر من باراميتر. نعم. هلقيت بشكل طبيعي انه الفريندلي اكثر للمستخدم انه انت تاخذ القيم هذه من خلال فور، تمام؟ وهذا اللي حنشوفه في هذا المثال. هذا المثال هذا طيب. حقيقة احنا سابقا كنا نعرف صفحة بهذا الشكل وخلاص، الان نعرف صفحة بقول له خلي بالك انه الصفحة هذه فيها methods الجيت والبوست بمررهم كليست بهذا الشكل. طبعا اول ما المستخدم يطلب هاي الصفحة بتكون الميثود بوست ولا جيت؟ جيت. فبالتالي هذا الشرط بيكون ترو ولا فولس؟ فولس. تمام. هذا الشرط انه request dot method post، فبالتالي بيكون فولس. فبالتالي هذا الجزئيه كلها راح يتخطاها، حيروح على وين؟ على سطر 37 راح يعمل render للتمبليت. تمام. التمبليت هذا ايش فيه؟ فورم. واضح لغايه الان؟ فورم. نعم، input form. واضح لغاية الآن؟ فبالتالي أنت أول ما تفتح الصفحة بشكل طبيعي إيش الميثود؟ get. فبالتالي هذا الكود كله راح يكون مش راح يتنفذ لأنه الشرط هذا false، راح يعمل لك render للتمبلت ويمرر له result. تمام؟ عشان هيك أنا معرف هنا result فوق إنه initially none. خليني اورجي لك التمبليت هذا. ايش اسمه؟ اسمه calculator.html. هو عبارة عن فورم عادي، هي انت عندك في البادي عرفت هيدر، عملت بريك لاين، وهنا عرفت فورم، وهي التذكرة تبعته. تمام. ايش الميثود تبعت الفورم هذا؟ بوست. يبقى انت بشكل افتراضي اول ما تطلب هاي الصفحة الميثود جيت، اول ما تضغط على الزر هذا بصير بوست الميثود. هي ريكويست برضو بس الميثود بوست، لانه فعليا راجع معايا هنا انه هدول عباره عن HTTP methods زي ما ذكرنا. الاثنين ريكويستس، الجيت عاده بتعمل يعني بتطلب منه انه يعطي لك او يجلب لك ريسورسز من السيرفر، جيب لي هاي الصفحه، جيب لي هاي الصوره. اما البوست فعليا بتكون في عندك بيانات انت اوريدي عبيتها في الفورم بدك ترسلها للسيرفر، فبالتالي انت بتعمل send data to server، ترسل بيانات للسيرفر، وعادة بتكون من خلال HTML forms. ففعليا هذا الفورم اول ما تضغط على هذا الزر يفترض انه ياخذ البيانات اللي هنا ويبعتها على السيرفر. تمام. هكذا انت شوف لي انت عندك كم انبوت؟ هاي 1 2 3 4 inputs اللي هم ايش؟ هاي 1 2 3 4. الثلاثة الأولى ايش التايب تبعهم؟ text. هاي تايب text. ايش البليس هولدر؟ اللي بيظهر في الحقل. نعم. تمام. فهنا حطيت له البليس هولدر انه الفيرست نمبر هذا الرقم الأول، الانبوت الثاني اوبريتور، والثالث سكند نمبر، الانبوت الثالث السكند نمبر.
طبعا كل واحد منهم لازم تدي له اسم عشان اقدر اتعامل معاه في البايثون، تمام؟ فهذا اسمه نم واحد، هذا اسمه اوب، هذا اسمه نم اثنين. طبعا الانبوت الثالث ايش التايب تبعه؟ هل هو تكست؟ سبميت، عبارة عن بتون زر، تمام؟ الفاليو التكست اللي حيظهر على البتون، تمام؟ اللي هي كالكوليت، اللي هو هذا فعلا النص هذا اللي ظهر هنا، كالكوليت على الزر، تمام؟ وهنا انت عندك الفاليو لكل واحدة بتحط request.form.num1، هنا request.form.op، request.form.num2 عشان تاخد القيم هذه وين في كود البايثون انت عندك. كيف؟ هذه نم واحد، هذه نم اثنين. الرقم الأول أوب الإشارة، الرقم الأول الإشارة، الرقم الثاني. هجيت أنت عندك الانبوت الأول هو عبارة عن الرقم الأول، الانبوت الثاني بدي أخذهم هنا في البايثون، هنا في هنا في هذا الكود، فبدي أخذ الفاليو. كيف بدي أخذ الفاليو؟ بهذه الطريقة، تمام؟ طيب احنا اتفقنا انه لما اضغط على الزر بتصير الميثود بوست، فبالتالي هذا الشرط بيتحقق. هنا في هذه الاف انا ايش بفحص؟ بفحص انه لازم يكون في عندي قيم في هذا الفورم، فعشان هيك انا بحكي نوت. نوت معناها انه القيمة هنا مش موجودة. فيش في الريكوست دوت فور، هنا نم واحد، وهنا نم اثنين، وهنا الاوب. اذا كانوا الثلاثة نوت معنى ذلك انه الريزلت بتصير بليز فيل ذا فورم، مش بيانات داخلها بالضبط، مش حيروح على الالس، وبالتالي راح ينتقل على سطر ايش؟ 37. راح يعمل ريندر بالريزلت اللي هي بليز فيلم ذا فورم. خليني اورجي لك عشان تشوف برضو البليس هولدر. طبعا هذا شكله انه ستاتيك، وهذا اسم الصفحة كالكوليتر ولا كالك؟ كالكوليتر. تمام، هاي البليس هولدرز، فيرست نمبرز، اوبريتور، سكند نمبر، هاي البليس هولدر اللي انت حاطه هنا في الفورم. شو؟ مش تمام، ما هي انبوت تايب انبوت؟ لا يعني بدل الارقام جاهزه لا هو داخل هيك الارقام هذا اوتو كومبليت في البراوزر، تمام؟ طيب فاجيت انت اول ما تضغط لاحظ لي هنا بدي اورجي لك انسبكت، وهنا نتورك، وهي ريفرش للصفحة، شايف كونتنت، هاي ريفرش للصفحة. انت عندك الميثود جيت، شايفها؟ طيب اضغط لي على الزر، ايش صارت الميثود؟ بوست، بعديها جيت، لانه انت فعليا بتعمل ريندر للفورم. وايش بعثت له؟ بعثت له فيها الايرور اللي هو بليز فيل ذا فورم. يبقى اول جيت، اول ما تضغط على الزر بتصير بوست مطبوعه بجيت. بوست ابعت له البيانات، جيت رجع لي الفورم بس مع النتيجه، تمام؟ اللي هي السطر 37 بتعمل فيها ريندر للتمبليت، تمام؟ طيب
نرجع للكود. هجيت هنا الالس هاي ايش بتكون الحالة؟ بيكون انه انا في عندي فعليا رقم في نم واحد ورقم في نم اثنين وفي اشارة في الاوب. بروح باخدهم في هنا في متغيرات. كيف؟ باخدهم في متغيرات ان واحد ان اثنين والاوب. يعني بدل ما تضلك توجع راسك وتقول اذا كانت الاوب زائد تعمل النم الاول زائد النم الثاني، واذا ناقص تعمل النم الاول ناقص النم الثاني. ايش بتستخدم؟ دالة الايفال، لانه فعليا دالة الايفال انتوا اخذتوها انه هي بتحول نص لرقم، لكن هي فعليا بتعمل evaluation expression. فانت بتقول له eval 3 طبعا كسترينج 3 ضرب 4 بيجيب لك 7. 3 في 4 ب 12 ضرب. هنا لو غيرت الاشاره زائد 7. فبالتالي هو لحاله بيعمل parsing للنمبرز سواء كانت integers او float، بالاضافه بيعمل parsing للoperator وبيعمل evaluate، يعني بيعمل تقييم لهذا الاكسبريشن وبترجع لك النتيجه. فبريحك كثير بدل ما انت تقعد تستخدم if statements لكل كيس انت عندك من الحالات هذه. ليه؟ ممكن نعمل فيه انجكشن، تمام؟ بس انا هنا بدي احاول انه اقصر الاكزامبل قدر الامكان واركز على انه بدل ما احط اقول لك اف واف واف، تمام؟ بهذا الشكل. هجيت هنا في الايفال انت ايش اعطيته؟ اي البارامتر الاول الثاني الثالث، وهنا انه النمبر بعدين الاوب بعدين النمبر. طبعا هذه البرنت ستيتمنت حتظهر انت عندك في الكونسول هنا تحت، اذا انت كنت بتعمل ديباج يعني ممكن انه انت تشوفها، هي فعليا ملهاش داعي، تمام. وهنا لو كان في عندك اي اكسبشن بتروح تعمل كاتش للاكسبشن هذا او هاندل الاكسبشن وبتحطه في قيمة الريزلت. فبالتالي الريزلت يا اما بتكون ناتج رقم او تقول له بليز فيلم ذا فورم، او اذا كان اكسبشن ياخذ الرسالة تبعت الاكسبشن. ايش الاكسبشن؟ ممكن يكون انت قسمت على زيرو بقول لك زيرو ديفيجن ايرور، فبتروح بتجيب الرسالة هذه وبتظهر على المستخدم. او انه انت حطيت بدل الرقم حطيت اي بي سي ضرب سي واي زد، بيقدرش يعملها بالضبط. فبالتالي هنا اي اكسبشن، عشان هيك انا حطيت البيس اكسبشن بالضبط، عشان انت تقول له تتعامل معاه انه يجيب لك المسج تبعت الايرور. فبالتالي هنا لما تعمل ريندر يا اما حتكون قيمة الريزلت بليز فيل ذا فورم او ناتج العملية الحسابية او الايرور بهذا الشكل. هنا بحكي له اف ريزلت، اذا كان في عندي ريزلت تم تمريرها بروح بقول له انه الريزلت نقطتين ريزلت اند اف. طبعا هنا هيك عشان تعوض بمتغير هاي زي هيك. طيب بدك تستخدم جمل برمجية بايثون في ال HTML، كيف بدك تعملها؟ بتحطها زي هيك، تعمل برسنتج على طول بسكر لك اياها. يبقى انت عندك القوس برسنتج على طول بسكر لك اياه. اي جمله بايثون برمجيه هاي بدي احط لك اياها هنا تحت. طب ما احنا قلنا هذا الكلام من البدايه انه احنا فعليا حنخلط بايثون مع HTML مع جافا سكريبت
كيف؟ صحيح. فبالتالي هذا هذا لما اسمع يا أستاذ، هذا لما على سبيل المثال أعطي لك النتيجة عبارة عن ليست، والليست هذه بدي أقول لك بدي إياك تعمل لي إياها ريندر لتيبل، فبدك تلف عليها. يعني افترض إنه هنا بدي أمرر لك إياها باراميتر يعني إضافي يعني هل بتساوي هنا ممكن نعملها ببساطة This is my calculator وهنا نقول split، فهذه بتصير انه عبارة عن list، وهنا بقول له انه ال بتساوي ال. فبالتالي هنا بدي اعمل لوب. كيف بدي اعمل لوب؟ اكتب كود بايثون هنا، بفتح جوز زي هيك برسنتج على طول بسكر لي اياه، فبقول له for e element in l، انت مررت لي اياه، ايش بدي اعمل؟ وهنا لازم تسكر الفور، زي ما هنا نفتح الاف لازم تسكر. int 4، هاي السنتاكس الجديد اللي انت بدك تتعود عليه. فبالتالي انت فعليا تكتب كود بايثون بس جوا HTML بهذا الشكل. فايش بدنا نعمل؟ بدنا نعمل له ريندر كايش؟ على سبيل المثال كباراجراف اللي هو الاي. وايش بدي اعمل كمان؟ horizontal line على سبيل المثال. بهذا الشكل. تمام؟ فبالتالي هنا انا بحكي له if result، اذا تم تمرير result حط لي في paragraph الريزلت كسترونج، يعملها highlight يعني bold يعني، تمام؟ وانه نقطتين وهي الريزلت. وهذا مثال ثاني عشان انه انت تعرف كيف انه احنا ممكن نعمل لوب على كيف الكلاس تبع الباراجراف هذه، انه هو عبارة عن ريزلت اسمها HTML. تمام. فبالتالي هنا هي هذه سيف، ويفترض انه يكون شغال. خلينا نعمل ريستارت للابلكيشن. فبالتالي هنا ناخذ 3 زائد 5 كالك. لاحظ انه الميثود انت عندك بوست، وهي النتيجة 8، تمام؟ وهذا الريندر تبعت الليست. This is my calculator. لأنه شوف انت عندك، انا لفيت في لوب، حطيت كل واحدة في باراجراف، وحطيت horizontal line. ممكن تعملها في تيبل. صحيح، لانه انا حكيت لك هيو انت عندك في الايفال، بغض النظر على الاوبريتور اللي انت بتمررها، بتعمل ايفالويشنال اكسبريشن. هذا هو بيعتبره اكسبريشن، تعبير رياضي، تمام؟ بروح بحدد ايش هي الاوبريتور. يعني حتى لو حطيت هنا باور بعمل لك اياه، حتى لو كان مود. وانا استخدمتها هنا في المثال تبع اختصارا، بدل ما احط اف ستيتمنتس، اف ستيتمنتس خلاص بتحطها. نعم، تفرقوا حط اتش ار بيناتكم. صايمين.
تمام. في أي سؤال؟ طيب حقيت هنا الاكسبت اكسبشن، هنا احنا تعودنا ان احنا بنحط اكسبت لنوع معين من الاكسبشن. هنا از زي كانه انت بتعرف اوبجكت من هذا الاكسبشن، هو فعليا هياخد قيمه الاكسبشن كسترنج ريبريزنتيشن، لانه فعليا له سترنج ريبريزنتيشن، عشان هيك احنا حاطيناه في داله فورمات وخزننا هذا الكلام في الريزلت. وزي ما بحكي لك الريزلت هاي انت راح تعملها ريندر، سواء كانت قيمتها بليز فيل ذا فورم او حاصل العمليه الحسابيه او ناتج الاكسبشن. خليني اورجي لك هنا في الفورم انه على سبيل المثال اعمل لك اكسبشن معين. هنا بدنا نقول له زيرو. هنا قسم شايف ديفيجن باي زيرو، هذه من وين اجت؟ من الفورمات فورمات ايرور بالضبط. يبقى هنا فورمات ايرور اصلا في له سترنج ريبريزنتيشن مخزن فيه انه حسب نوع الاكسبشن. والله كان ديفيجن باي زيرو ايرور راح تكون المسج بالضبط. صحيح، ما دام علشان هيك انا حكيت لك انه بيس اكسبشن هو فعليا العلاقه بين الكلاسز تبع الاكسبشنز هذه عباره عن كلاسز، وانتم اخذتوا اوبجكت اورينتد صرتوا عارفين شو معنات هذا الكلام، وفي علاقه بيناتهم انه في سوبر كلاس بجمعهم. فهجيت انا برضه للتبسيط، هو الاصل انه انت تكون دقيق وتعمل هاندل لكل اكسبشن لوحده، بس للتبسيط رحت عملت البيز اكسبشن عشان انا اريح راسي انه اي واحدة من السب كلاسز الاكسبشنز اللي في السب كلاسز انه يطلع هو الايرور، انه ناخذ الرساله تبعته ونطبعها. تمام حسب بالضبط. تمام حاجات انت عندك عادة هي بتكون عبارة عن يعني معظم الوقت بتكون جيت، الا اذا كان في ال HTML هذا في فورم. اذا كان في عندك هيو بتفتح تاج فورم خلاص، معنى ذلك انه انت لما تضغط على البتون تبعت السبميت بتصير الميثود بوست متبوعة بجيت عشان تسلك الموضوع بالضبط، لانه انت هنا فعليا انه انت عملت جيت لهي الصفحة في البداية. تمام، اول طلب، فبالتالي هذا الشرط بيكون فولس، انت مش عامل بوست في الاول، انت بس جبت الفور ما عبيتوش. تمام، فبتروح تعمل ريندر لهي الصفحة كالكوليتر باستخدام الميثود جيت. بعد هيك ظهر لك الفور، هاي عبيت القيم اللي موجودة هنا وضغطت على الزر هذا صارت الميثود بوست. وليش صارت مطبوعة بجيت؟ لأنه بعد ما انت عملت هاندل لهذا الشرط تمام وعملت حساب، رحت لي على سطر 37 38 صار حاليا تمام، وعملت لي كمان مرة ريندر لصفحة الكالكوليتر دوت اتش تي ام ال، بس في هاي المرة انت مررت لي النتيجة اللي هو ناتج عملية العملية الحسابية. فبالتالي هي فعليا انت عملت له بوست للبيانات. ايش هي البيانات؟ هاي حورجي لك اياها في الفورم. يعني هنا في عندك هنا في ال اتش تي تي، يعني هنا في 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 المسج انت لما تضغط على الهادي الميثود هي بوست تمام، في عندك تاب اسمه باراميتر. هنا باراميتر اوكي بوست
خليني اوري لك اياها في الفايرفوكس. هذا مش عارف يبقى هاي الكالكوليتور، بس بدنا نفتح هنا النتورك ويب ديفلوبر. كيف تفتحها في الفايرفوكس؟ ويب ديفلوبر هنا نتورك، انت خلاص صرت ويب ديفلوبر تمام. بدك كثير تستخدم الشغلات هذه تمام. ففعليا هاي النتورك تمام. خليني هذه اطلعها هيك شوي، احنا بتهمنا الريزلت تمام. هاي افتح لي الصفحه من اول وجديد، هاي بدي اعمل لك ريفرش. ايش الميثود انت عندك؟ جيت، لانه انت ال اول ما انت طلبت هاي الصفحه بتقول له جيت اعطيني اجلب لي هاي الصفحه. ففعليا هو عامل جيت للصفحه كالكوليتور، جاب لك اياها تمام. الان اول ما تضغط على كالكوليت بتصير بوست مطبوعه ب هنا مش مطبوعه بالجيت. نعم هنا 404 على الايكون. شباب يعني عاده الويب سايتس بيكون فيها ايكون تمام، بتكون تظهر انت عندك هنا، يعني بتفتح الجوجل، بتفتح الجيت هاب، بتفتح الياهو، بتكون الايكون تبعته ظاهر هنا. طبعا انا الصفحه هذه او الويب سايت هذا او التطبيق هذا ما فيش فيه ايكون، فعشان هيك 404 مش موجوده. نعم ايوه، بس اعبي بيانات هنا. لما اقول لك هنا جاب لك انه بليز فيل ذا فورم، فهنا 3 زائد 4 تمام. لا هي بوست، هي فعليا بوست وهي النتيجه تبعتها. فانت فعليا في 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 ففي كل الاحوال لا هي 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 الميثودز هذه الجيت والبوست عباره عن طلبات وفي لهم استجابه بالضبط، في ريكويست وفي ريسبونس تمام. فالجيت لها ريكويست ولها ريسبونس، والبوست لها ريكويست ولها ريسبونس. فهلقيت تطلع لي هنا على البوست، طلع لي هنا على البارامترز هيهم ظهروا معك هنا انه النمبر 3 والاوب زائد والنم 2 4 تمام، وهي الريسبونس. فبالتالي الريسبونس عباره عن صفحه HTML اللي احنا عملنا لها ريندر، والنتيجه هي 7 بهذا الشكل تمام. هي فعليا مش بوست مطبوعه بجيت، يبقى الجيت هي عباره عن ريكويست وفي لها استجابه، والبوست عباره عن ريكويست وهي الاستجابه تبعته عباره عن صفحه HTML. والتنتين يعني انه انت في كل الاحوال لازم تعمل، يعني سطر 38 لازم يتنفذ في كل الاحوال، سواء كانت الميثود جيت او بوست. هنا الشرط الوحيد انه لو كانت الميثود هاي بوست، معنى ذلك انه انت ضغطت على الزر ساعتها انه انت بدك تاخذ البيانات في الفور من الفورم، وتاخذ الباراميترز وتعمل ايفالويت للريزلت. فبالتالي اللي تغير بس انه انت غيرت المتغير هذا الريزلت، وفي النهايه انت حتعمل له ريندر في هاي الصفحه باسم ريزلت. لا زي تسجيل الدخول سنه تعمل تدخل بيانات ورجعت مثلا من صفحه التاثير او الصفحه الرئيسيه. بالضبط، احنا حنسوي شغله زي هيك في مثال ثاني. ان شاء الله.